كان يرن في إذني كلام سيدي خالي الكبير الدكتورة. الدكتورة ابتسام بادريس استفزتها النمطيات الموجهة نحو بلدها، فقررت المواجهة بالعلم والحوار. ترى والله أظن إنه الجامعة شديدة وحيرفضوك. كلمة هذه يعني حرقتني، إنه كيف ما يقبلوني فحروح. اللقاء من الصفر الليلة الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية على MBC 1 وشاهد. رمضان يجمعنا.